دكتور في الإدارة البيطرية عند الزراعة. كان زوج طيب وحنون، كان خدوم، كان يعني كان بيساعد كل الناس، سواء الناس اللي يعني اللي بيحبوه أو اللي مش بيحبوه. كانت علاقته كويسة جدا بزمايله، كان يعني حتى له دكتور مسيحي كان بيحبه جدا، يعني بيعتبره زي أخوه. حتى يعني لما كان يحب يشتكي من ابنه كان ما كانش بيشتكي إلا لبلاد. صحابه كلهم بيحبوه، سواء يعني سواء من الفريق ده او من الفريق ده، كلهم بيحبوه. كان خدوم للناس كلها، يعني في الشارع وفي كل مكان. كان لما حد بيقصده في اي خدمه كان دايما يلبيها له، حتى ولو ما كانش بيحبه. يعني كان بيعمل اعمال خير كتير، وكان يعني كان ناجح في شغله، وكان اب طيب وحنون. كان يعني كان دايما يسال على اولاده، كان يعني في مذاكره اولاده. طبعا هو حافظ للقران، يعني كل الناس يعني كانت بتحبه. بابا كان اب حنين قوي علينا يعني، وكان بيعمل لنا كل اللي احنا عايزينه، وكان بيساعدني في المذاكره وبيعمل كل اللي احنا عايزينه يعني. وكنت بخاف عليه جدا، اول ما يعني الناس دول جم يعني فزعوني جدا من النوم، وقمت اتخضيت جدا يعني، واتخضيت جدا. افتكرت ان هم هياخدوا بابا، لاني جدا كنت مهربه منه جدا يعني، يعني كنت خايفه عليه جدا، لان بابا كان بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا في حياتي، وربنا ربنا يحرق قلوبهم يعني زي ما حرق قلبي. كان نفع الناس في حالهم وفي معاشهم وفي مرضهم وفي سلوكهم، يعني كان خير لأبعد الحدود لجميع الناس. كانش عنده فلان وحش وفلان حلو، كان عنده الناس كلها حلو. ما كانش يعني بيشيل بغضاء لجنس مخلوق، ما كانش بيكره أي واحد، كان دايما محب لكل الناس. لو جت واحدة قالت له أنا تعبانة وديني المستشفى، كان ياخدها بعربيته ووصلها، وكان بيدفع فلوس من جيبه للكشف بتاعها وللعلاج بتاعها. وده كل العمل، كل هذا العمل ابتغاء مرضات الله. دكتور بلال راجل خير، يجري في الخير، راجل شايف شغله صح، راجل ما يعرفش يعني ايه الفساد، اللي الفساد لحد دلوقتي لسه في عهدنا شغال وموجود وبكثرة. واتحدى اي واحد يقول الفساد خلص، ما عادش فساد في البلد. الدكتور بلال كان من الناس اللي بيجروا يراعوا مصلحه ربنا، بيجروا يشوفوا الخير فين ويجري عليه. كان بيجري في القوافل الطبيه، اي واحد يقصده في اي حاجه كان بيروح، حتى لو يعني ما كانش بيقول القافله دي تبع ايه او دي تبع ايه. دكتور بيطري وعنده 5 عيال، وجه جم طبع علينا، هجم علينا في البيت. كل ما كانوا جم مرة من القهوص، تاني مرة جم هجم علينا. منه لله حسبي الله ونعم الوكيل، اللي قال له بات في البيت، ما يومش هيجوا لك تاني. قال لهم كده، وراحوا كسرين علينا البيت، وراحوا داخلين، راحوا هاجمين علينا وداخلين. وقول بس ويصرخوا، وقول يا ابني يصرخوا، وهو خدوه وهو نايم من على السرير، ولا مسكبه على حاجة ولا محتاجة. جايب كان ماسك واحد بلحمة مفسودة، وجاي قال وعمل بها محاضر، حاجات سلع في دكاكين ما فاسدة جايبها، والبتوع الوحدة هم اللي يقولوا له تعالى، وكاين ويا البوليس وماشي معادي وماشي معادي. وهم فجأة طب علينا يقولوا نام في البيت، واحد قال له نام في البيت ما تخافش. ليلتها يورد انا فلان قال لي طمني وقال لي نام في البيت مش هيجوا لك تاني. فجاه راح جاي واخدينه، طب هجموا وكسروا الباب ورخلوا، وراح بقى كل عمال يصرخ وعياله قايمين منهم ما شايفين. الساعه 3 بالليل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم. يوم 13 الساعة 3 بالليل، 2:30 بالليل، لقيت طبعا تخبيط
يعني تخبيط بشدة على البيت، وقاموا فسخين البيت بعتلة، باب الشارع بعتلة، وقام داخلين علينا يعني في انتهاك للحرمات، يعني بدون استئذان لقينا ولا يجي يعني السلم كله ولا يجي 15 20 واحد ممكن ازيد كمان. لقيتهم دخلوا عليا باب الشقه، فتحوا الباب ودخلوا، هو طبعا يعني هو يعني ايه انطلع على السلم كده كم درجه، فيعني هنقول ايه لسوء حظه يعني واحد لمح ان في خروشه او كده، فطلعوا جابوهم من فوق. ف وطبعا في المره ديت كانوا يعني اقول لك يعني مش عارفه يعني كانوا يعني بصوت عالي كانوا بيزعقوا بصوت عالي، لدرجه ان العيال صحيوا وبقوا مفزوعين وكلنا كنا في فزع وخوف. العيال يعني قاموا مطروبين من النوم، لدرجه ان يعني ان حماية قعد يقول يعني العيال دي ذنبها ايه، يقول احنا ذنبنا ايه، خلوهم يباتوا في بيوتهم. فقام حماية قال له ما هو بيت في بيته، انت واخده منين؟ انت واخده من وسط عياله اهو. يعني حتى لما حب يدخل الحمام دخلوا واقف على باب الحمام بالرشاش، يعني لبس اي شبشب بجامة النوم، يا دوبك خد البطاقه وقاموا واخدينه، غموا عينيه قطعوا حته من الستاره وقاموا مغميين عينه وقاموا واخدينه. طبعا التلات بوكسات، كل بوكس فيه ولا يجي 20 واحد. وبعد كده قالوا احنا هناخد كلمتين وهنيجي. طبعا يعني هو كان المنظر مرعب جدا. وقعدنا بقى يعني بقينا نعمل اتصالات، نعمل يعني ما بقيناش عارفين ان احنا نعمل ايه. المهم استنينا لحد الساعه 9 الصبح وقلنا ايه اما نروح اسم تاني علشان ايه نشوف يعني ندور نشوف هو فين او كده. بقينا قاعدين يعني حتى لدرجة ان احنا لما رحنا اخته دخلت علشان تسأل عليه، يعني في واحد يعني محترم هناك قال لها الافضل ان انت ايه يعني ايه ما تخشيشي، الافضل ان انت ايه ما تخشيشي، لان في واحد تاني راح يسأل على اخوه برضه بيقول ما عملش اي حاجة راجل كويس وكده. فعلى ما دخل يسأل على اخوه أم واخدينه يعني كده يعني بدون اي حاجة. وفجأة لقيناهم ايه طبعا كل اللي يجي يقول لنا ايه مفيش حد هنا، انتوا ما تسألوش عليه هنا. قعدنا لحد يعني قرب العصر كده مستنيين نشوف حد. طبعا يعني شفنا عربيات بوكس كتير بيدخلوا يفضوا ناس ويطلعوا واعمار صغيرة يعني كده عشوائي، قبض عشوائي. يعني دخلنا سلمنا عليه وبس، و يعني دخلنا سلمنا عليه يعني ما لحقناش حتى نتكلم معاه ولا نقول اي حاجه وكده يعني. بس هو كان بيقول لنا ان هو كويس وما فيش حاجه حصلت وجماته كده يعني. كانت الزياره سبت واثنين واربع، سبت واثنين واربع، يوم الاربع بس اللي بنشوفه، انما السبت والاثنين ما بنشوفوش، بندخل الاكل والهدوم بس. فضلنا على كده بقى اسبوعين ما شفناهوش فيها الا مرتين، والمره 5 دقايق يعني حتى ما بنلحقش حتى نسلم عليه. يعني انا مش عارفه هما بيعملوا فينا كده ليه. وبعدين فجاه راح برضو اتعرض، كان عنده عرض في مجمع المحاكم يوم الخميس، وبعد كده بقى ايه فوتوا بقى الجمعه والسبت والحد، ويوم الاثنين بقى رحلوه فجاه برضو طنطا. ومن ساعه ترحيله بقى ما كناش نعرف عنه اي حاجه، ما احناش عارفين عنه اي حاجه، لحد ما عرفنا برضو بالصدفة ان هو يوم الثلاث هيبقى عنده عرض، الثلاث اللي هو بقى يعني حوالي 12 يوم لا نشوفه ولا نعرف عنه اي حاجة. عرفنا بقى بالصدفة برضو ان هو عنده عرض يوم الثلاث. رحنا برضو مجمع المحاكم علشان نشوفه، منتهى الاهانة، منتهى الذل، منتهى المرمطة، يعني مش عارفين نعمل ايه، لا عارفين نشوفه ولا عارفين نكلمه ولا اي حاجة. هو عمل ايه ما نش عارف، علشان هو ماشي في طريقه دغري، علشان هو يعني ما بيقبلش الحرام، علشان هو يعني علشان هو اخلاقه كويسه، علشان هو ملتزم، علشان هو متدين، علشان هو حافظ القران، مش عارف علشان ايه. انا مش عارف اقول ايه. انا بناشد رئيس الجمهوريه، بناشد الحكومه، ان الدكتور بلال فيه امثاله كتير مش هو لوحده، ما ناس مظلومين كتير ممسوكين في الإقسام، ما تبلاش توسعوا دائرة العداء بينكم وبين الشعب. احنا ما احناش بتوع مظاهرات، ما احناش بتوع إساءة لحد، ما احناش بتوع يعني كراهية الجنس مخلوق، احنا لا نحمل أي كراهية والله لأي إنسان،
لان احنا زي ما قلت لحضراتكم احنا مسلمين لابعد الحدود. مش عارف احنا يعني ندعو الله تبارك وتعالى ان يفك اسره واسر اللي معاه ويعفى عنهم جميعا ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا.